صغيرة ولكن نوعا ما تفي بالغرض. أبو عبده، هل هذه الغرف وهذه التدفئة تكفيها؟ والله هو قدر المستطاع. هلا نحن بنحاول انه يعني دائما نكون احتياطات زياده، بس بعض يعني على قد الاستطاعه الموجوده عم يعني نحاول نامن لهم الحطب. اللي نحن هون الرجل هاي اصابه شظيه. نعم، هو جريح في احدى المعارك، نتمنى له الشفاء. الان ننتقل الى احدى الغرف الثانيه في هذا المخيم. شو الوضع عندكم هون؟ والله يعني ثلاث معاقين. هالأطفال هذول ثلاث معاقين، لو تقرب شوي. بالنسبة لهؤلاء المعاقين، كيف تحملوا برد هذه العاصفة؟ ما هي كانت أوضاعكم في ظل العاصفة؟ والله صعب يا أخي، صعب، ايش بنسوي؟ نعم، لا نرى هنا أي وجود لمدفأة. ما هي نوع الإعاقة عند هؤلاء الأطفال؟ شلل دماغي. نعم، هل كان تأثير العاصفة عليهم صعب؟ كون مناعة جسمهم أقل من الأشخاص العاديين؟ يعني أنا ضلوا صحي، يعني طلع عصير شلون حالته؟ مغطيته أنا فقط بس. كان الله في عونكم. يعطيك العافية خالتي. تفضلوا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شفت عينك، الدنيا باردة وبنانا دفى. شو هذا الحطب عم يكفيك وما عم يكفيك؟ والله الكمية قليلة. ما بتكفي. عندك بلاد صغار؟ بلاد صغار. بلاد صغار بظن العصر السدي وهالبرد القاسي. حملوا هالبرد. شو كانت الاستعدادات؟ يعني شو المعاناة اللي عانيتوها بهالفترة هاي الماضية؟ خلال الأسبوع الماضي كان برد كثير، يمكن راح يصير برد يعني حتى. هو في بعض الناس يعني مرتاحين ماديا، يعني كانوا يجيبوا يشتروا غازوت ويشتروا بيريد، بس في بعض الناس ما كانوا يدوروا على عودان من هون، خشب من هون، حطب من هون، بواب من هون، نايلة من هون، يدفوا حالهم، يدبروا حالهم. مرة أسبوع صعب يعني، ما يخلوا شيء في الحارة اللي يشيلوه يدفوا عليهم. طيب بالنسبة لأنتم هون في المخيم، شو هي المعاناة؟ أنا. نعم، في المخيم شو هي المعاناة اللي عانيتوها أكثر شيء؟ والله ظهرت بالفترة الأخيرة التدفئة. يعني بس التدفئة. طيب بالنسبة للتدفئة هون في خشب، يعني أحيانا بكفي ما بكفي ماشي الحال. على الأغلب ما بكفي بس ماشي الحال. بالنسبة للأغطية، بالنسبة للإسفنجات أو شيء من الناحية هاي، يعني شو كان الوضع؟ اللباس بالنسبة للأغطية والإسفنجات، يعني جماعة ما قصروا، جماعة المخيم وزعوا كميات جيدة، كميات كافية. بالنسبة للباس يعني ما في هذيك الكمية الكبيرة، اجت وزعوا الكمية بس ما كانت هيك بالمستوى المطلوب. طب بالنسبة للباس، كان هناك لباس أم كان أم لا يوجد يعني مطلقا؟ لا وزعوا بس، ولكن ما بالمستوى المطلوب. وزعوا الجماعة، وزعوا لكل غرفة أو لكل طرف. صار عندك أمراض بسبب هالبرد أو شيء؟ لا الحمد لله، هون أنا ما صار. بالنسبة لك يعطيك العافية. الله يبارك فيك.